السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه الحصة التي سنتناول فيها تغيرات دالة عددية. إذن هي الفقرة الخامسة، تغيرات دالة عددية. تغيرات دالة عددية. نبدأ الحصة بنشاط. أولا نشاط، نعتبر الدالة العددية F المعرفة ب f de x تساوي x أس 2. أولا حدد d de f. ثانيا أدرس زوجية دالة f. ثالثا ليكون a أود b من R، حيث A أصغر قطعا من B. ألف بين أن F لA أصغر من F لB لكل A، لكل A و B من R زائد. B بين أن F ل A أو F ل B نفس الشيء، سواء F ل A لكل A و B من R ناقص. إذن الحل، أولا لدينا F دالة حدودية، إذن D de F يساوي R. فيما يخص زوجية الدالة، ثانيا فيما يخص زوجية الدالة لدينا d de f يساوي r. لدينا لكل x من d de f أيضا ناقص x ينتمي إلى d de f، و f لناقص x تساوي ناقص x أس 2 هي نفسها x أس 2 أي f دو x. تالي إذن f دالة زوجية. فيما يخص ثالثا لدينا ليكون A و B من R زائد، حيث A أصغر قطعا من B. إذن A أكبر من أو يساوي صفر و B أكبر من أو يساوي صفر. بما أن A و B A و B عددين موجبين، إذن مربعهما سيحافظ على الترتيب. إذن A أس 2 ستكون أصغر من B أس 2 أي F لA أصغر من F لB. ونقول
نقول الدالة F، نقول إن F دالة تزايدية. 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 إذن F دالة تزايدية لماذا؟ لأن حافظت على الترتيب، مادام A أصغر من B حافظت على ترتيب الصور، يعني F لA أصغر من F لB. هذا فيما يخص الحالة ألف. الحالة باء، حالة باء A A و B من R ناقص، يعني A أصغر من صفر و B أصغر من صفر، بما أن A أصغر من B فإن المربعين لن يحافظا على نفس الترتيب، فإن B أس 2 أصغر من A أس 2. هنا قلنا A أصغر من صفر، إذا كان A ملاحظة هنا، إذا كان A يساوي صفر ستكون المتفاوتة، إذا نعم، بما أن A أصغر من B فإن A أس 2 أصغر من B أس 2، أي F ل B أصغر من أو تساوي F ل A. ونقول F تناقصية، F تناقصية على R ناقص. لاحظوا هنا قلنا تزايدية وهنا تناقصية، يجب تحديد المجال الذي نشتغل عليه. تزايدية على R زائد. إذن نمر إلى تعريف. ثانيا تعريف، لتكون F دالة عددية و E مجال ضمن DF، يعني مجموعة حيز تعريف دالة F. إذن التعريف رقم واحد، الدالة F تزايدية على مجال E، سبقنا أشرنا له هنا على المجال E، يعني أنه لكل عنصرين A و B من E، إذا كان A أصغر قطعا من B فإن F لA أصغر من أو تساوي F لB. الحالة الأخرى، الدالة F تزايدية هنا زدنا كلمة قطعا على E، يعني أنه لكل عنصرين A و B من E، إذا كان A أصغر قطعا من B فإن F لA أصغر قطعا من F لB، يعني هنا متفاوتة قطعا قطعية. ثم نمر إلى مثال نعتبر الدالة F جوج X ناقص واحد. لدينا D دو F يساوي R لأنها حدودية. ليكون x1 و x2 من R بحيث x1
أصغر من إكس دو. إذن نضرب طرفين متفاوتة في عدد موجب قطعا اللي هو 2. إذن 2 إكس 1 أصغر من 2 إكس 2، ومنه نضيف إلى طرفين متفاوتة العدد ناقص 1، ومنه 2 إكس 1 ناقص 1 أصغر من أو تساوي 2 إكس 2 ناقص 1، أي F لإكس 1 أصغر من أو تساوي F لإكس 2، أي F لإكس 1 أصغر من أو تساوي F لإكس 2. إذن نستنتج، إذن F إذن F تزايدية على R. هنا كان ممكن نحتفظ بالمتفاوتة قطعا وتخرج لنا متفاوتة قطعا ونقول تزايدية قطعا. ممكن دالة تزايدية نقولوا لها تزايدية، ممكن دالة تزايدية قطعا نقولوا لها تزايدية، ولكن تزايدية قطعا ما يمكنش نقول لها تزايدية فقط. ملاحظة مهمة، نمر إلى التعريف رقم 2. على غرار التعريف السابق، الدالة F تناقصية على E، يعني أنه لكل عنصرين A و B من E إذا كان A أصغر من B فإن العدد الصغير تصبح له الصورة الكبرى، يعني فإن F لA أصبحت أكبر من أو تساوي F لB. الدالة F تناقصية قطعا على E يعني أنه لكل عنصرين A و B من E إذا كان A أصغر من B فإن F لB أصغر قطعا من F لA. مثال، نعتبر الدالة F معرفة بميلي X ناقص 3X زائد 2. لدينا الدادو F، الدادو F يساوي R ليكن X1 و X2 من R، بحيث X1 أصغر من X2. بما أن X1 أصغر من X2 إذا ضربنا في عدد سالب قطعا إذن تصبح لدينا 3 ناقص 3 X2 أصغر قطعا من ناقص
3 x 1 ومنه نضيف العدد 2 الى طرفين متفاوته منه 3 x ناقص 3 x 2 زائد 2 اصغر قطعا من ناقص 3 x 1 زائد 2 وهذا ما هو الا اي f ل x2 اصغر قطعا من f ل x1 اذن f تناقصيه قطعا على r كملاحظة إذن نلاحظ بأن معامل x أو ما يسمى بالميل في دالة تألفية هو الذي يحدد طبيعة الـ f تزايدية أم تناقصية. إذن نواصل بالتعريف رقم 3 يخص الدالة الثابتة. نقول إن الدالة f ثابتة على e إذا كان لكل عنصرين x1 و x2 من e f ل x1 تساوي f ل x2 أي جميع عناصر المجال E أي جميع عناصر المجال E لها نفس الصورة بدالة F F. إذن نتوقف هنا على أمل أن نلقاكم في الحصة المقبلة بحول الله.